And for the guys, on the third place for the guys, representing Lebanon, Eli Hatem. Lebanon! اسمي إلي جورج حاتم، عمري 23 سنة. ضلني نقي شغل كرمال تا جرب شوف شو أحسن شغل لإلي. حالياً عم بشتغل بشركة برودكت مانجر على شركة SMS8، وعم جرب أشتغل تا أخلق شركة بذات الوقت أنا وشباب أصحابي. حلمي أكيد غني، كون انترتينر وورلد وايد نوم. تعرف صعب كثير هذا الجواب، لأنه أنا بعد حتى ما لقيت الجواب المضبوط، بس بعتقد رح تكون شي بين الأوبرا والجاز. جربت كثير قصص، جربت انه اخلق باند وروح نجرب بجميزه بمونوك الخبريات، جربنا نروح نفوت بعراس، اخلق باند ثاني جاز، باند روك، باند بلوز، جربت احكي مع ناس بمجال الفن بلبنان كرمال تاجر ويعطوني كايند اوف جايدنس لوين بدي روح شو بدي اعمل، جربت احكي مع ناس بدهم يقدروا لي صوتي يشوفوا وين بدي ادرس له كيف بدي ادرس له مع مين، بس كل المحاولات بالفشل بلبنان، لانه يعني مالوريزمون الفن كغنى كانترتينمنت بلبنان ما انه موجود. كعم بحكي كالبارتي الاجنبي، البارتي اللبنانيه موجوده بس بصوره كمان مشوهه شوي، بس كاجنبي مش موجوده بلبنان. مجبور انا لاقي شغل مرتب، دب كم ليره على جنب زياده عن الوضع الصعب اللي عم نعيشه بكل العالم وخصوصا بلبنان كوضع سياسي وكوضع ازمه ماليه وكل شيء، كرمال تقدر سافر لبرا ادرس برا وبعدين شوف شو بدي اعمل. يعني هذا الشيء اخرني على القليله 6-7 سنين بحياتي. كاروكي لالي كانت تسلايه بالاول، كل عمري رح كنت تسلايه، بس انه طرحوا علي فكره انه في شيء عالمي كبير عم يصير صار له 7-8 سنين، هي 9 سنين، اسمه الكاروكي وورلد تشامبيونشيب. انت تاكدت طلع كله ليجل، شفت كيف بدنا نشترك وهيدا، طلع البلاد المشاركين بالعالم بيكون عندهم تصفيه بكل وحده ببلدهم، البلد بيربح شاب وبنت بسفرهم لبرا كرمال يشتركوا بالكاروكي. كان في شيء 50 شاب 50 بنت مشتركين، وربحت انا البطوله بلبنان، وفي بنت كمان ثانيه ربحت عن فئه البنات، وسافرنا. كانت البطوله هالسنه بفنلندا، كان في 35 بلد، يعني 35 شاب و35 بنت مشتركين. كانت يعني السيت طبعا كنا متوقعين شوي اكثر منهم، لانه نحن ما مش عارفين شو ناطرنا، كان مع انه لبنان كان مشترك فيها للبطوله قبل الحرب 2004-2005، ورابح بال 2004 عن فئه البنات بالعالم، بال 2005 عن فئه الشباب بالعالم، بس وقتها كان في 8 بلاد بال 2004 و10 بلاد بال 2005. طلعنا لبرا كانت كثير حلوه، اكسبيرينس روعه، تعرفنا على عالم كثير، الجادجز وكل شيء. اخر شيء طلع ريزلتس، طلعت ثالث بالعالم عن فئه الشباب. شيء بقدر اغيره هلا، بركي اذا برجع كم سنه لورا كنت ما بقرر اشتغل الشغل كله التسكيج اللي كنت عم بعمله بهالبلد، كنت بركي دغري بطلع لبرا. Show you knew when I